بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من عمر أنا إن شاء الله. شكون أنت؟ ريغي مصطفى. السؤال من هو ريغي مصطفى؟ تفضل. ريغي مصطفى بطل الجزائر 9 مرات، كان إنسان واش نقولوا عليه موهبة من مواهب الشباب في الصغر، وإطار من الإطارات تاعنا اللي نعتزوا بهم حاليا. هو مستشار في الرياضة، خريج معهد العلوم وتكنولوجيا الرياضة بعين البنيان كمستشار، بعد ما قرا في الجامعه لا ليسونس، ومن بعد حكم النادي تاعنا. هو النادي الحاكم، النادي مولودية المسيلة للكاراتيدو، حاليا المدرب تاعنا وعضو في الرابطه الولائيه للكاراتيدو. نبداو السؤال هذا، كاين الكاراتي وكاين الكاراتيدو، هكذا كاينه، ما الفرق بين الكاراتي والكاراتيدو؟ كاراتيدو هي كلمه واحده وتعني اليد الفارغه، مقسمه الى قسمين، كاراتيدو اليد الفارغه. احنا بكري كانوا يقولون بلي الكاراتي هي اليد الفارغه برك، اليد الفارغه نعم وحدها. ودوك انت زدنا الدو، هي اليد ولا كاراتيدو يعني كلمه واحده. الله يبارك، يعني اليد الفارغه. واش النشاط نتاعكم اليوم ان شاء الله؟ هذا يوم اليوم للمترفسين للتحكيم، نظمت الرابطه الولائيه للكاراتيدو اول نشاط بعد ما تولى السيد مير عبد الرحمن رئيس الرابطه. اول نشاط داروا المترفسين للتحكيم لرياضه الكاراتيدو، والتحكيم هذا راح يربحه عضو الفيدراليه الجزائريه للكاراتيدو رياض زاوي، وعضو في اللجنه الوطنيه للتحكيم. بارك الله. يوم رزق الله للحكام الرابطه الولائيه للكاراتي، الله يبارك، اللي نتمنى تكون انطلاقه فعليه لنشاط الرياضه الرابطه. الله يبارك. واش ندير البرنامج تاع اليوم؟ البرنامج تاع اليوم راح نديرو باش كاينه بطوله ولائيه للرياضات المدرسيه غدا ان شاء الله. غدا ان شاء الله تلزم علينا حال باش نوحدوا المعلومات تاع الحكام، باش ما تخرجناش حوايج يعني فاري كما نقول في التحكيم، نوحدوا المعلومات ان شاء الله. في انتظار نبرمجوا التربصات ان شاء الله. بارك. وشكون الضيوف اللي هنا اليوم؟ سي زاوي رياض حكم دولي، ومعاه سي عبد الرشيد ثاني خبير كبير في الكاراتي، خبير في التحكيم. الله يبارك. الله يبارك. واش تقول لنا انت يعني بالمناسبه هذه؟ بالمناسبه هذه نفكر الرابطه الولائيه اللي ولاية المسيلة على الضيافة، وهذا دعوة من رئيس الرابطة مع الزميل الأخ زاوي رياض. الله يبارك. وصلنا كخبير دولي وعضو فيدرالي، واللي كانت هو تربص تحكيمي فني يعني على كل حال، مش يعني تربص هو تحكيم فني، كانت الحكام للقاء المنافسه اللي تجرى غدا ان شاء الله. الله يبارك. وانت سيدي؟ السلام عليكم، صباح الخير. صباح النور. في البدايه نرحبكم سيدي على الدعوه اللي وجدت هنا. ان شاء الله هذا ملتقى تحكيمي يعني ولائي، نقولوا رسكلة الحكام، ماشي تربص معنى كلمه رسكلة، وان شاء الله يدخل في البرنامج تاع الاتحاديه لتطوير رياضه سلك التحكيم الوطني ان شاء الله، وكل تمثيله بسرعه احسن. بارك الله فيك. شكرا.